عدنا لكم من جديد مشاهدينا في اخر فقره من فقرات برنامجنا فقره الشيف مع الشيف فاطمه. اليوم حتقدم لنا طبق دجاج مشوي بطريقتها الخاصه. يا اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه شيف فاطمه. اهلا وسهلا فيكي. مرحبا فيكي من جديد. اهلا وسهلا. ذكري للمشاهدات بالطبق. اول شيء ندعو لطالباتنا وطلبتنا بالتوفيق ان شاء الله. وبمناسبه الامتحانات اخترعت لهم انا طبق صحي ومشوي على طريقتي. طبعا كما قلنا سابقا صدور دجاج تبلناها بالملح والفلفل والليمون، بعدين قطعتها شرائح، بعدين نسوي لها صوص وهو عباره عن بصل فلفل وكاتشب وخردل وشويه ملح وفلفل مع شويه زيت. طبعا نضع تقريبا ملعقتين زيت ونشوح فيه البصل طبعا كما قلنا سابقا ان الصدور متبله ومشويه بالملح والفلفل وعصير الليمون، وبعد ما تبرد نقطعها شرائح مثل الشاورما. طبعا انت اخترتي فلفل رومي اخضر، ممكن نعم. نختار احنا الوان ثانيه كمان. نعم يعني نعم. موضوع اختياري. نعم اختياري. نشوح البصل والفلفل لحد ما يذبلوا، يلا نضيف الدجاج. طبعا الدجاج مستوي وخالص وناضج، بس نضيف له الملح والفلفل والكاتشب والخردل بهذه الطريقة. احنا متعودين نعملها بس من غير اضافة كاتشب وخردل، انت أيوة. ضفتيها في الطبخة يعني. ايوه نعم. زي احنا بنسويها اللي هي كودو دجاج، بس نعم. زي ما قلتي ما في كاتشب ولا هذه في الاخير يعني في الساندوتش نفسه. أيوة. بس هذه معها. هذه شويناها على الجريل بالحالها شوي. على الجريل اوكي. ايوه. خلاص هي الحين تقريبا خالصة. نجيب الساندويتش. ساندويتش نحط فيه تشيز سلايس او الموتزاريلا او حلو. اللي حابين مع شرائح طماطم. لأن الدجاج مستوي ما اخذ معنا وقت اليوم ابدا في التقديم. بهذا الشكل نقدمها لطلابنا وطالباتنا مع كاس عصير كاس حليب. صحيه وسهله وسريعه. نعم. كمان وبدل نعم. ما نجيبها من المطعم فاست فود خلينا نسويها احنا في بيتنا وجبه نعم. صحيه مع شرائح طماطم مقادير ممكن ونضافة. نقدمها مع عصير او ذا، وهذا شكلها النهائي. اكيد يديك العافيه شيف نعم. فاطمه على اليوم قدمت هنا طلاب وطالباتنا عشان يقدروا ياكلوها بطريقه صحيه وسليمه. لك اكيد والشكر لكم موصول مشاهدينا على متابعتكم. حلقتنا اليوم نوهنا شوي عن بعض النصائح للطلاب والطالبات غذائيه وايضا نفسيه. اكيد بامكانكم متابعه جميع حلقات برنامجنا وهالحلقه على قناتنا على اليوتيوب باذن الله. اكيد دائما اكتبوا برنامج حياتنا تطلع لكم الحلقات اول باول، كل شيء بفوتكم على الهواء تقدروا تشوفوه في الاعاده او حتى على اليوتيوب. شكرا لكم، ومثل ما قلنا اتمنى اكيد التوفيق للطلبه والطالبات خلال هذا الاسبوع، وشكرا وحيجدد اللقاء غدا بمشيئه الرحمن في نفس التوقيت. كونوا معنا.